مرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية سحب استدعاء شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط للتربية البدنية. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، هذا موقع مديرية التربية لولاية الواد. أنت بطبيعة الحال تستطيع الدخول إلى مديرية التربية الخاصة بك أو مديرية التربية التي قمت بتسجيل فيها لشهادة البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط. كما تلاحظون هذه هي موقع لمديرية التربية لولاية الواد. نقوم هنا أعزائي المشاهدين بالضغط على سحب استدعاء اختبار التربية البدنية لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 2020 بالنسبة للأحرار. نقوم بالضغط هنا، تظهر لي هذه الواجهة عزيزي المشاهد. كما تلاحظون هنا في الوصل مكتوبة هنا اسم المستخدم وكلمة المرور. بالنسبة لهذا الوصل أين تحصلنا عليه؟ بطبيعة الحال هذا الوصل عند إيداعنا ملف التسجيل في البكالوريا في مديرية التربية في ولايتنا أو المركز المخصص لاستلام الملفات. نتحصل على هذا الوصل الذي نقوم باستخراج استدعاء الرياضة عن طريقه أو استخراج استدعاء اجتياز اختبار شهادة البكالوريا. بالنسبة لاسم المستخدم وهو موثوق وكلمة المرور 1993، نقوم بكتابتها هنا كما تلاحظون أعزائي المشاهدين. نقوم هنا بكتابة كلمة موثوق، ونقوم هنا بكتابة كلمة السر 1993. يظهر لك هنا خياران عزيزي المشاهد. بالنسبة لأصحاب شهادة البكالوريا نضغط على معاينة استدعاء البكالوريا، أما بالنسبة لأصحاب شهادة التعليم المتوسط نضغط على معاينة استدعاء الشهادة. بالنسبة لنا أعزائي المشاهدين سنضغط على البكالوريا، معاينة استدعاء البكالوريا، نقوم بالضغط عليها. نقوم بالضغط. كما تلاحظون هنا يقوم الموقع بتحميل الاستدعاء الخاص بنا. يظهر لي الاستدعاء هنا أعزائي المشاهدين. نقوم هنا بتصفحه. نقوم بتنزيل المؤشر إلى الأسفل لرؤية تاريخ إجراء اختبار الرياضة. نتمنى التوفيق لجميع مجتازي شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط. أما بالنسبة لبعض الولايات الأخرى كما تلاحظون في موقع سجلني، وهو موقع مختص باستخراج الاستدعاءات خاصة بالطلبة أو الأساتذة في جميع مختلف الأطوار. هنا كما تلاحظون اختبار التربية البدنية بالنسبة لولاية لغواط وولاية بسكرة كما تلاحظون هنا لدورة 2020، وأحرار تيارت كما تلاحظون هنا أعزائي المشاهدين. نقوم بتنزيل مؤشر أيضا. وبالنسبة لولاية قالمة وورقلة ووهران وولاية إليزي وولاية سمسيلة، أما عن باقي الولايات الأخرى فتجدها في مديرية التربية الخاصة بهم. تجدون رابط هذا الموقع في صندوق الوصف. نجدد أعزائي المشاهدين الشكر لكم على المشاهدة، مع تمنينا بالنجاح لكم في شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط، والنجاح أيضا في حياتك الاجتماعية والعملية. نلتقي في أعداد أخرى إن شاء الله على قناتكم موثوق التعليمية.